طالبة رؤى حميد. أول شيء تخرجت من السادس بمعدل 8، حصلت على علوم الفيزياء يعني من خلال القبول مالتي، وحبيت أن أسجل النهرين بالبداية لأنه جامعة معروفة عنها، وطلع لي علوم فيزياء بالبداية اختصاصي، مو كلش حبيته بس شوي شوي إنه حسيته حلو اقتنعت فيه. درسنا عدد مواد، منها مثلا الكوانتم الميكانيك الكهرومغناطيسيه، هاي تفيدنا باشياءنا بالحياه، من الامور يعني اللي تفيدنا بمجال دراستنا هو العمل على جهاز الرنين والاشعاعات اللي تفيدنا بالمجال الطب. تتميز بقلة عدد طلابها لكن تمتاز بنوعيتها بأنه تخرج طلاب عندهم كفاءة بمجال عملهم. أكيد يعني طموحي بعد التخرج أنه الحصول على التعليم، ومن يعني من خلال السعي إحنا مالتنا، لأن مجتمعنا هذا كله محاط بالأشياء السلبية، فلازم إحنا نطور حياتنا ونخلي التفاؤل بها حتى نحصل على فد شيء أو وظيفة معينة مناسبة لنا.